في ايجابيات في المباراه يعني ما فيش حاجه ما فيهاش ايجابيات. اقول ايجابيات لو في ايجابيات في المباراه هتبقى للزمالك مش هتبقى للاهلي. اقول ايجابيات بس الشوط الثاني برضه الايه الايجابيات الايجابيات ان الزمالك لعب بثلاث اربع لعيبه وجوه جديده صغيره لسه سنه اولى قمه. تمام. يعني هنقول اجادو بنسبه مثلا 70% وده في حد ذاته حاجه كويسه في مباراه الاهلي والزمالك ناس صغيره وما تلعب تعد كده دي حاجه حلوه. تمام. ثاني حاجه شيكابالا. شيكابالا الفتره اللي فاتت الناس كلها بتطالبه ان هو يبطل وكده واعتقد ان هو يعني غير سير المباراه. ثالث حاجه برضو المدير الفني نادي الزمالك سفيرة يعني جمهور نادي الزمالك بيعشق الراجل ده وبعد المباراه دي بالتغييرات اللي عملها اللي هي يعتبر قلبت المباراه يعني رصيده زاد قوي عند نادي الزمالك واعتقد ان هو عمل اللي هو عايزه والفتره الجايه هيبقى صوته عالي والغلبه ليه. طيب شيكابالا ايه رايك في شيكابالا؟ ايه رايك في شيكابالا كابتن؟ لا هايل هايل وادى المباراه بشكل كويس جدا بصراحه شاد الحق يعني انا بشيد بيه وبقول طول عمر شيكابالا لو هو محافظ على نفسه بره وجوه الملعب ومخلي تركيزه كله في الملعب ده حاجه كويسه. لكن انا بتكلم على نقطه واحده وكويس ان فتحت ده شيكابالا جاب جون في النادي الاهلي هل هي محتاجه ان انا اقلع تيشيرت؟ هل انت فرحان ان انت جبت جون في النادي الاهلي؟ اه فرحان ايه المشكله مش لا بشير أيوة بتكلم على لعيب كبير ايوه ايه المشكله اللعيب ده اللعيب ده الدنيا كلها بتطالب انا انا مش معترض انا بقول لك لعيب كبير انت عايز يقلع التيشيرت يعني فرحان قوي ايوه مش ايه المشكله يعني ده لا بص بص يا كابتن ياسر شيكابالا الفتره الاخيره ما بيلعبش في نادي انا مش معترض برضه طب انا برد عليه على فكره ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعوش لا ما ينفع لعيب كبير في نادي كبير المفروض طبيعي ان شيكابالا ممكن يحرز اهداف في اي فرقه مش في اي لا 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 شيكابالا بيعاني من ضغط من ضغط كتير جدا ضغط نفسي وعصبي ان الناس بتطالب هو اللي حط هو وان الناس كلها وان الناس كلها بتقول لك لا يبطل وما يبطلش وخاصة يعني بيتعرض لمضايقات كتيرة مش هقول بقى من أندية مين وحاجات زي كده عشان الدنيا ما تبص أكتر لكن الراجل بيرد في الملعب مش أكتر وأقل هو ألعان الفالنة أخلاقيا ولا فنيا؟ لا هي أخلاقيا المفروض يعني المفروض ده أخلاقيا ده مين يعني اللي بيقول؟ أخلاقية. لا مش ما تديني فرصة أنا هتكلم المفروض أما أنت بتقلع جون يعني أنت أولا أنت فرحان بيه انا قليل خالص لما بشوف لعيبه في العالم كله بيلعب التيشيرت ده الا هي بطوله كبيره جدا ماتش كريستيانو محمد صلاح محمد صلاح وكريستيانو بيغيب عن التهديف فتره كبيره بيقلع التيشيرت بتاعه في ماتش كريستيانو كريستيانو بتبقى في ماتشات مؤثره ماتشات مؤثره جدا هو ماتش الاهلي مش مؤثر لا 3 بونت هنا او هنا 3 بونت لسه لا يا راجل انا بقول لك 3 بونت لا يا راجل ده ممكن يبقى ماتش الدوري لا 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 ماتش الدوري لو الاهلي كسب يعني الزمالك كسب لا بموضوع ايه لا صعب طبعا انا اللي بقول صعب النادي الاهلي حتى ان هقول لك على حاجه النادي الاهلي متاجل له كام مباراه 3 مباريات النادي الاهلي لو كسب 3 مباريات ثواني ثواني ما انا بقول لك كابتن حد ذاتها قمه لوحدها حلو قوي كويس قوي نادي الزمالك اتعادل الماتش اللي فات بالنسبه له مكسب طيب هل النادي الاهلي خارج من المباراه زعلان طيب هل بسبب ان هو خلع فالنته او 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 ما تعرفش ايه ضغوط اللاعب ما تعرفش ايه اللي جوه اللاعب ما تعرفش الناس بتتكلم هي فرحه بالنسبه له انا بعتبرها فرحه كابتن ابراهيم سعيد نجم مصر قبل المباراه كان بيقول لك شيكابالا يعتذر كفايه عليه كده مش ابراهيم سعيد بس انت فاهم الدنيا كلها طيب اوكي انت دلوقتي خلعت الفالنة او عملت اي تصرف وخدت انذار دي حاجه بتحصل في الملعب هل تتعرض لبعض الهجوم والشتائم انت ما جيت قلت لي شيكابالا ممكن كنت اقول لك لا شيكابالا لا بس انا بقول الحقيقه شيكابالا لعيب كبير ولاعيب مميز مع نادي الزمالك والمفروض احنا نستفاد منه نستفاد منه في نادي الزمالك نستفاد منه مع منتخب مصر وخلي بالك خلاص منتخب مصر مباراة اول مباراه قمه بدون اي هتافات جماهيريه بين الجماهير وبينها وبين بعض حاجه محترمه حاجه كانت ومع اللعيبه ومع الاجهزه نبرز ان في تنظيم كان هائل بس ونشيد بيها والجماهير نشيد بيها ده حقيقي والجو في الملعب والاجواء نشيد بيها الاجواء ما بين الفرقتين قبل المباراه وبعد المباراه يعني بعد كمان المباراه والنتيجه عادله بين الفرقتين كمان شيكابالا وديانج قلع له التيشيرت ايه الجو الجميل ده امام عاشور مع وليد سليمان ما يعني كل حاجه حلوه بس طبعا الناس ما الاداء بس اللي ما كانش الاداء هو اللي كنا عايزين احسن من كده الله ينور عليك الله ينور عليك طيب